قرابة 2800 مصاب بالهيموفيليا في الجزائر، 50% منهم يعالجون بالوسط، 35% بالشرق و 15% في غرب الوطن، وذلك عبر مختلف المستشفيات. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للهيموفيليا، كشف وزير الصحة عن إنشاء شبكة للمصابين بهذا المرض. اسمحوا لي أن أعلن اليوم عن إنشاء شبكة المصابين بالهيموفيليا، والتي ستكون النموذج العملي المهيكل للوقاية بالنسبة للمصابين بالهيموفيليا. يدعو المختصون إلى اعتماد دواء جديد يخفف على المرضى معاناتهم بتقليل عدد الحقن العلاجية التي يتلقاها المريض. العلاج الجديد هذا وراح يسهل عليهم الحياة اليومية، أنه في عوض يتلقى الحقنة في الوريد مرة ومرتين أو ثلاثة في الأسبوع، فيتلقى حقنة واحدة تكفيه لمدة طويلة. كاين الدواء ديالو كيما الأنسولين، شكا سوكوتاني، شكا أون بليس هذوك 4 خطرات في السمانة، هذا سي أون فوا تولي 15 جور، أون فوا باغ موا. معاناة مرضى الهيموفيليا تتمثل في المضاعفات الخطيرة التي تنجر عن عدم تخثر الدم، والتي قد تؤدي إلى التهابات المفاصل أو العظام، وأحياناً إلى الوفاة.